السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من مدينة تمارا بجنبات الباشاوية ديال تمارا، جديد ملف قاطني دور الصفيح. كما كيعرف الجميع القرعة ديال قاطني دور الصفيح مستمرة بمدينة تمارا. اليوم الثالث على التوالي كنشوفوا الملحقة الإدارية الثامنة مستمرة في القرعة. أزيد من 350 أسرة اللي داز في هذا الأسبوع، هذا الأرقام كتطلع على 400. الوجهة إن شاء الله مشروع الرياحين بمدينة الصخيرات، مشروع الرياحين مشروع 32 هكتار اللي فيها مشروع الرياحين ومشروع الياسمين في نفس الوقت. مجموعة من الأسر دارت القرعة ديالها اليوم والعملية مستمرة إن شاء الله، وسولنا واش غتكون آخر قرعة ولا لا، فباقي قرعات آخرين إن شاء الله. يعني العملية ديال القرعة مستمرة، وبالنسبة للناس اللي جاوا كيسحبوا البون ديالهم كيديروا الالتزام ديالهم مباشرة كيمشيو للشباك الوحيد اللي كاين في المسيرة واحد في الجنبات ديال الملحقة الإدارية الثانية، باش كيبداو في الإجراءات ديال تسوية الوضعية المالية والقانونية. ملي كنهضرو على تسوية الوضعية المالية والقانونية فكنمشيو نجمعو الوثائق المطلوبة، كيعطينا واحد رقم الحساب اللي كنفيرسيو فيه سواء كنا نخلصو كاش ولا كريدي. مباشرة ملي كنخلصو كنعاودو نعطيهم الورقة باش خلصنا، كنعطيهم الوريقات اللي طلبو لينا وكيتقاد الملف. في هاد الحالة هادي بالنسبة للناس ديال الكاش، اون فوا غيبدا التسليم في الشقاق فرا النوطير كيتواصل معاهم. كذلك هو مثال بالنسبة للناس الكريدي، غير هو واحد النقطة مرة بنادم يسول على الملف ديالو فين وصل. ملي كتسول على الملف ديالك فين وصل وكتبع الامور باش الا كان شي مستجد ديما كتكون اجور كما كنقولوا، لازم كيكون على بال، هذا هو اللي كاين. فنتمنوا من الله الخير والتيسير، الله يسخر الامور للجميع. كما قلت لكم الناس اللي داروا القرعه اليوم، فالوجهه مشروع الرياحين بمدينه الصخيرات بجانب الطريق الوطني رقم 1 شارع الحسن الثاني، المشروع اللي جاب الجنبات ديال مشروع ميموزا. فنتمنوا من الله الخير والتيسير للجميع، دائما في اطار تتبع اخر المستجدات المتعلقه بالملف ديال القاطني دور الصفيح بمدينه تمارا. فكما قلت لكم القرعه دازت اسبوع ازيد من 350 اسره والارقام في ارتفاع متواصل. في نفس الوقت اللي القرعة كاينة في الملحقة الإدارية الثامنة جامايكا، ففي نفس الوقت كنلقاو القرعة في نقاط أخرى كدار الشباب مسيرة واحد، وهناك تحضيرات أخرى لسحب القرعة بملحقات إدارية أخرى كالملحقة الإدارية الثانية كالملحقة الإدارية الثالثة الملحقة الإدارية السابعة. مباشرة من أمام مدرسة الموحدين الابتدائية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.